بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية فكر زاوج. الآن أريد أن أكمل خريطة كلمة عفوت. عفوت عنك لصدقك يا بني، معنى ضدها مرادفها نوعها، وندخلها في جملة من إنشائنا. الآن ابدأ بمفردك، ابدأ فكر. المهم الكتابة الصحيحة، قد تكون تعرف المعنى. أهم شيء عندي كتابة صحيحة، لأن الذي سيصحح لا يعرف إن كنت تعرف أم لا إلا من خلال الكتابة. فكر. ننتقل الآن إلى مرحلة زاوج. بلال مع فه، ليث مع براء، وأنتم خذوا معكم عبد العزيز لأن ينقصكم واحد. ريان مع عبد الملك، نواف ومازن، فراج وسعود، حتان وكرم. راجع جيدا وأنت تزاوج مع زميلك وتفكر معه. يا فراج أنت مع سعود. الآن كل اثنين معا، كل اثنين معا. انتهيتم؟ طب شارك المجموعة كلها، تراجع راجعوا مع بعض. كل المجموعة الآن تختار واحد. يا ماجد اختاروا واحد ورجعوا كتابه جيدا. اخترتم؟ وهنا المجموعة هذه انتهت. طب هيا حتى انتظر يا هتان، عاوز كله يفكر الآن مع واحد فقط. تختاروا مين؟ فراج تعال هنا وراجع معه. كرم راجع مع فراج. اللي أريد الكتابة صحيح، هيا بسرعة شارك الآن. نحن شارك في مرحلة شارك يا كرم. اخترتم من؟ طب يلا بسرعة اكتب صح وراجع معاه، راجع عليه. ايوه الجملة لازم شارك معه. يا عبد الله شارك مع زميلك، شارك راجع جيدا على الكتابة. هذه المجموعة يبدو انها انتهت مبكرا. ضدها عقبت، عفوت عن الجيران، سامحت، فعل 10 من 10. مجموعة أبو بكر الصديق 10 من 10. وأين النجوم الآن؟ خذ نجمتين ضاع في مجموعة أبو بكر. عقبت، سامح، عفوت عن زمل، فعل. أنا قلت راجعوا الإملاء. عفوت عن زميلي 9.5 من 10، لأن في هنا ياء وفي هنا ياء ناقصة. نجمة واحدة. عقبت، سامحت، فعل. سامحت خالد لأنه كسر لعبتي. أيضا ينقصكم الياء 9.5 من 10.
خلاص يلا يا سلطان خذ نجمة واحدة وضعها في مجموعتك. من هنا من هنا خلاص بقيت مجموعة علي بن أبي طالب والكل أي واحد واقف يجلس براء اجلس. هيا أبطال هيا انتهيتم؟ لا لسه لسه بسرعة. لا أنا ليش بفوز؟ هات يا هتاك من اللي خلص؟ طيب خلاص انتوا الآن لن تأخذوا شيء بسرعة متعطلين معطليني. هات كتاب شوف المجموعة مجموعة علي ضدها مرادفها تسامح عفوت كرم ولا عن كرم ما في مكتوب عن فعل صح ضدها عفوت ضدها عاقبت ما هو تعاقبت عاقبت 8/10 مجموعة علي. إذن المجموعة الفائزة هي مجموعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأنتم الدرجة الثانية وهذه الثاني مقرر. بارك الله في الأبطال أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.